شنو سميت المرض ديالك؟ المرض ديالك اللي عندك هنا شنو سميتو؟ هذا سبينا فيدا. سبينا بفيدا. وشنو سميت المرض اللي عندك في الراس؟ هذا ادغو سيفالي. هابو. انا بغيت الله يخليكم نلقى باش نكون عاجر. الحمد لله بقيت عايشة ما بقيتش كندير رسالة. عنده واحد المرض اللي سميتو سبينا بفيدا، وهاد سبينا بفيدا هي اللي ادت الادغوسيفالي، يعني الماء في الراس، يعني اللي ادى انني درت له جوج لاباريات. وهذا المرض هذا كيؤدي للشلل، يعني الحمد لله عاش بقيام الليل، ما نكذبش على الله سبحانه وتعالى. هو اول ما تخلق قالوا لي غيموت، ما غيعيش لكش هذا الوليد هذا 21 يوم، وانا ام كنقلب هذا الوليد واش مات ولا ما ماتش. ما سهلاش على ام يقولوا لها راه ولدك يديه راه صافي غيموت. بقيت كنطلب الله سبحانه وتعالى، سبحانه عاش بإرادة الله. ومن اليوم الى الان الدكتور ديالو تيقول لي انت بحال ربي خلاه لك، ربي استجب لك سبحانه وتعالى، بحال تحدى داك المرض ديالو. هو من بعد جاتو لا مينانجيت، يعني برا درنا له لاباراي الاولانيه، ابخي لاباراي الثانيه، لان الراس كان غادي كيكبر بحكم هذاك الماء كيطلع لهم الراس. من موراها ملي بقيت كنعاني كاي ام في السبيطارات ديما نديه ويجيبو الطبيب، ودابا الحمد لله استقرت حالته، يعني شويه في المرض. داكشي كان بغيتو يقرا 9 سنين دابا، وانا كنشوف انني خدمت معاه، يعني ما خليتوش داك الطيف المهمش لا صافي اونديكابي خليه جالس في الدار في الركنه وهادي، يعني كنجي حتى انا من خدمتي وكنخدم معاه وكنحاول نعطيه شي حاجه. حتى انا بحكم ايدوكاتريس يعني كنخدم مع الدراري العاديين، ابخي اضطريت انني نخرج من ليزيكول وليت كنخدم مع الدراري عندهم اعاقات، كنخدم معاهم كنعطيهم. شحال من طبيبه كتقول لي انه غيكون عنده غوتاغ، ولكن ملي كيهضر تيخليهم كيبقاو غير يشوفوا فيه تيقول لي ما شاء الله العظيم. يعني هذا الشيء ما يمكنش يجيه بوحدو، يعني انا اللي خدمته الحمد لله خدمت معاه حتى انا ما خليتوش معوق. هذه واخا عنده دابا الظهر ديالو كله خرج له، داك الشيء علاش انايا دابا باغا داك لاشيز كيتساعدهم باش كيبقاو مهزوزين، ما كيبقاش الظهر ديالو يتعوج. دابا غادي ظهرو كيعوج، يعني القلب ديالو كيتضغط، الريه، كل شيء ديالو. عندي الراديونات ديالو، داكشي كله ديالو ديال الطبيب. سكوليوز راه معروف عند الاطباء. دابا لي بيبو عاوتاني عوجين عنده بحال هكا، كنضطر ندي الخميس وكنضطر ندي الثلاث، يعني ما كايناش شي خدمه اللي غتخليك الاثنين والخميس. هادشي علاش اضطريت نمشي لهاد العائلات كنخدم معاهم باش كيخليوني داك الوليد انما كيعيش بوحدو في الدار. عندي الام ديالي مسكينه حتى هي ساكنه معايا في عماره بحال عساسه، وكيبقى ليا هنا بوحده هو والاخ ديالو، كيجي كيوكلوا ما بين 12 و 2 حتى كنجي عاوتاني انا 4. بغيت نقريه في مدارس حكوميه، ما عندي كي ندير له ما بين 12 و 2، ما عنديش شي حد اللي يجيبو حتى باه. انا مطلقه انا وياه، يعني ما كيقدرش حتى هو خدام شي حانوت، ما كيقدرش يخلي الحانوت ويتم جاي باش يديه ولا يجيبو، حتى هو ظروفو هذه. باغا غير شي زعما شي مؤسسه ولا جمعيه ولا شي حد اللي يساعدني كأم، وخاصني داك الكرسي ديالو اللي نجلس. دابا حاليا مشيت سولت فيه لقيتو ب 170 الف ريال في كازا كيدار، خاصو بقياسو، يعني هو ياخذ له العبار ديالو هو كلشي. هادشي كنطلب الله سبحانه وتعالى وقول بالرحمه اللي يساعدني في هذا الوليد. 5000 درهم؟ لا عرفتي شنو الكرسي هذاك الكرسي عرفتي شنو داو؟ كيدير ب 170 الف ريال. 170 الف ريال عرفتي غالي علينا. كنت حالة فمي قلت لك يا حلف سيني عتني درت هكا وبقيت كنضحك. شكون انا شكون انا انت نقول لك دابا شكون انا دابا كوبيدا غسيلة سكليتا. هذاك ملي بدا عنده داك الضغط هذاك الماء في الراس، داك الشيء طرو داروا له الاطباء لاباراي الاولانيه، بقات له مده ولكن بقى الراس عاوتاني من بعد كيزيد. داك الشيء طرو باش يديروا له لاباراي الثانيه. دابا الحمد لله الراس ديالو تخفض شويه، ولكن وقع له مشكل في العينين، كان في الاول عنده عام ما بقاش كيشوف، من بعد الحمد لله ولا دابا كيشوف. دابا كيقولوا بان ما كيشوفش، ولكن انا حيت كنعرفو ماما يعني كيشوفني على مسافه تبارك الله، ولا كنقول له دير بحالي دير ها
يدير بحالي كيشوف الحمد لله، ولكن دابا ولا عنده حول عاد كيتبع على العين ديالو، دابا متبعالو على كل شيء، يعني على الرجلين، على ظهرو، على عينيه، على ودنيه، على كل شيء. هذاك الحبه اللي عنده بظهرو هي اللي كتادي الشلل، لانها هي جات من النخاع الشوكي في بلاصه لينيخ، يعني بلاصه الاعصاب. بغيتكم ساعدوني باش نبقى باش نكون سيد رجال. برافو، وانت راك سيد رجال. يلا شتي ادم ياك بالاراده شنو نقدروا نديروا؟ بالاراده نحققوا اي حاجه. ياك برافو. يلا يلا رجع، يلا تمشي. انا قوي يلا تمشي.